يقول السائل: هل يجوز إحضار مجموعة من الأشخاص إلى البيت لتلاوة القرآن الكريم كاملا وإهداء ثوابه إلى الميت؟ قراءة القرآن للأموات إهداء ثوابها للأموات لم يثبت فيه شيء، لم يثبت فيه شيء، فلا يشرع ما دام لم يثبت فيه دليل، إنه لا يشرع. والميت من أراد أن ينفع الميت فليتصدق عنه، يحج عنه، يعتمر عنه، يدعو له، هذا الذي وردت به الأدلة. أما إهداء ثواب القراءة للأموات فهذا لا دليل عليه، والأصل أن العمل لكل العامل. قال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إلا أنه يقتص بما ورد بالأدلة من انتفاع الميت بعمل الحي، الدعاء أو ولد صالح يدعو له، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، الدعاء. كذلك الصدقة عنه لورود الدليل بذلك، والحج عنه والعمرة عنه، هذا كله ورد في الأدلة أنه يفعل عن الميت. وأما القراءة للميت فهذه لا دليل عليها، فتبقى على المنع، على قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نعم.